الدورة العادية في المملكة المغربية. المغرب انضم إلى هذه المنظمة سنة 1996 وطور علاقته إلى أن أصبح عضوا ملاحظا، وأصبحت هناك لجنة مشتركة بين دول أو برلمان دول مجموعة الإنديز والمملكة المغربية. هذه المناسبة اغتنها وتم يعني تنظيم هذا الجولة في أو هذه الزيارة لأقاليم جنوبية وبالذات مدينة العيون. الهدف هو إعطاء فرصة للبرلمانيين أمريكا الجنوبية للوقوف على جميع الإنجازات التي تم إنجازها في الجنوب وخاصة في العيون، مناسبة كذلك لتطوير هذه العلاقة عبر توطيدها وتحصينها والدفع بهذه العلاقة ديال جنوب جنوب التي نادى بها جلالة الملك نصره الله. فبالتالي هذه مناسبة للوفد البرلماني من أمريكا الجنوبية لمقارنة بين المغالطات التي يتلقاها من طرف خصوم الوحدة الترابية وما بين الواقع الذي يعيشه. فبالتالي أعتقد أن الشرعية التي يتمتع بها سكان الأقاليم الجنوبية وممثليهم هو خير جواب للذين يدعون التمثيلية ديال هاد الساكنة هاد المنطقة.